واحد جمهور الكرامة يعود. الكرة تبقى وحداوية معها في التمريرة الطويلة، إنما لوسيان اللاعب الأرجنتيني ليبرو فريق الكرامة يبعد الكرة في المرة الأولى وفي المرة الثانية. الكرة السابقة والخطورة تستمر مع هذه التسديدة، والكرة الأخيرة في الإعادة مع خروج مصعب بنحوس من مرمى والتسديدة التي ارتدت من اللاعب لوسيان. حتى الان الافضليه واضحه لمصلحه الكرامه. سليم وشمال فاضي عنده لجعفر، جعفر لكن مقطوعه، يبقى الخطر قائم لكن مقطوعه، جعفر لكن المرة الثانية لوسيان إلى كرامة، بعيدة الطيارة إلى لوسيان، ولوسيان من جهة اليمنى وبالعرض طويلة إلى من الجهة اليمنى تنفذ مباشرة لوسيان إلى صد وخطأ، و لوسيان إلى عبد الدايم، ودخلنا الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع. مقطوعة من لوسيان، الكرة تعود من لوسيان، يا دويد يتقدم، 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 يا دويد